لم يعد غريبا أن ترى إعلانا عن حلقات تدريبية لرياضات تصنف على أنها عنيفة كالكاراتيه والتايكوندو والكونغ فو والكيك بوكسين وغيرها من النوادي الرياضية النسائية أو في مدارس الفتيات الخاصة. فجيل جديد من السعوديات يفضل تطوير مهاراته الخاصة في تأمين سلامته الشخصية. منذ نعومة أظفارها عشقت أسماء الغالب الرياضة والفنون القتالية، واستطاعت بقوة إرادتها وطموحها الكبير أن تثبت بأن المرأة السعودية قادرة على التميز والإبداع واقتحام كل ما هو جديد، ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي. لم تكن أسماء كغيرها، فلم تعش حياتها كطفلة أو مراهقة تستهويها أمور الفتيات، وإنما أمضتها في ممارسة رياضة الدفاع عن النفس، والتي ترى فيها أنها تزيد من ثقة المرأة بنفسها وتهذب الأخلاق وتنمي الروح الرياضية لدى الشخص، كما أنها تمكنها من تفريغ طاقاتها في التدريب وتصبح لدى المرأة القدرة على السيطرة على مشاعرها ومواجهة أي أمر في حياتها دون أن تعتمد على غيرها في رسم حياتها. حبيت انه فيها سيلف ديفنس، حمايه عن النفس، فيها بتبني وثوق شويه في شخصيتك، وفي نفس الوقت اهلك بيرتاحوا انك بتعرف تدافع عن نفسك. منه بسافر بندرس برا، كورسات بناخذ، فبتكون الراحه اكثر وانت عارف يعني تدافع عن نفسك مهما ايش جاء، احد جاء واجهك، احد جاء في الشارع. ومن ضمنها أصلاً الألعاب هذه تعلمك إنه كيف تدافع لو كان في مسدس ولا سكين ولا أي شيء من الآلات الثانية. إذ لم يعد تعلم الفنون القتالية حكراً على الرجل فقط، حيث أن كثيراً من الفتيات السعوديات سجلن في دورات لتعلم مهارات الدفاع عن النفس، حتى أن بعضهن لعشقهن هذه الرياضة احترفنها وشاركن في المسابقات العالمية وحصلن على ميداليات متنوعة. وعلى الرغم من أن كثيرين يشيرون إلى أن قوة المرأة تكمن في جمالها، إلا أن النساء أصبحن اليوم ينافسن الرجال في القوة البدنية، وهناك عديد من الفتيات السعوديات اللواتي اتخذن طريقهن في الاحتراف في بعض الرياضات والفنون القتالية. احنا بنتدرب كل يوم وبنتعلم اشياء جديدة ومتحمسين مرة انه نطور من نفسنا، وان شاء الله انه نشترك في الأولمبياد. كثير بلاقي انتقادات في البداية، بس لما شافوني فين وصلت، يعني أنا زي ما قلت لك فوق 15 سنة ألعب، وكثير في البداية حتى يروحوا لأهلي أنتوا كيف تخلوا بنتكم تلعب هذه اللعبة. حتى في مرة واحد جاء خطبني لما أبوه عرف أني أنا مدربة تايكوندو، قال له كده أنا أخاف على ولدي لا ينكسر وجهلي مكسور. فبس هو في النهاية أنا بنت وكوني أنثى ما بتغير، هو لعبة عجبت يعني كأي هواية، يعني ممكن ناخذها از هوايه كاي شخص عجبته حاجه راح كون فيها نفسه، ما حتغير عن شخصيته، حتكون جزء بسيط من شخصيته. ويؤكد عددا من المتدربات ان لرياضات الدفاع عن النفس اثارا ايجابيه شعرن بها على الصعيدين النفسي والجسدي، مضيفات ان دوافع الفتيات تتباين من وراء ممارسه هذا النوع من الرياضه، حيث ان هناك من تحرص على ممارستها من اجل الحصول على قوام قوي ومتناسق، وهناك من يمارسنها لدوافع نفسية، بينما هناك من تزودهن بالنشاط البدني والحيوية اللازمة ومواجهة من يتحرش بهن بالقوة. يا مصباح، لأخبار الآن، جدة.